صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الخميس 12 أيار. الأكاديمي أو ذهب لبنان الأصفر على وشك أنه يتغير اسمه. تقرير عن مهرجان تبادل الثقافات بقصر اليونسكو. مؤتمر صحفي بوزارة السياحة للإعلان عن النشاطات اللبنانية خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي وغيرها من التقرير. أما ضيوفنا لليوم فهن رندا ديراني مديرة العلاقات العامة بمؤسسة إنسان لنحكي مع أكثر عن عرض الأزياء Celebrating Colors 2016، والدكتور فادي الحلبي مدير عام جمعية مابس والمنسق الطبي للهلال الأحمر القطري لنحكي معه عن حملة الصحة الفموية بالبقع. ولكن قبل ما نطلع على كل التفاصيل، بداية حلقتنا بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا على الخط منى عمر العزي لناخذ منها تفاصيل أكثر عن طقس اليوم وكيف رح بكفي خلال نهاية الأسبوع. بونجور ست منى. بونجور، كيفك؟ تمام الحمد لله، كيفكم أنتم؟ نحن منيح، تفضلي بالتفاصيل عن طقس اليوم. هو بشكل عام طقس ربيعي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم رح يكون غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. بتسوء الرؤية بسبب الضباب خاصة على المرتفعات. أوكي. الجمعة رح يكون قليل الغيوم، بيتحول إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ممكن توصل فوق معدلات الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة. السبت رح يكون مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كمان رح تبقى فوق معدلات الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. الحرارة اليوم على الساحل رح تكون بين 13 و26، على المرتفعات من 9 ل 22، بالبقع من 11 ل 28. الرياح السطحية رح تكون جنوبية شرقية متقلبة، سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة بتسوء أحيانا بسبب الرطوبة العالية والضباب على المرتفعات. الرطوبة النسبية على الساحل حتكون بين 60 و85%. البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 21 درجة. نتشكرك على كل هالتفاصيل، نتمنى لك نهار حلو. أهلا فيك جوال. صباح الخير. صباح الخير بيارات لإلك، للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. رح نعمل مثل العادة جولة على أبرز ما كتبته صحف اليوم بإصداراتها. إذن اليوم الخميس 12 أيار 2016 بنبدأ مثل العادة مع عناوين صحيفة النهار. عدوى البلديات تتمدد إلى الانتخابات النيابية، معركة جونية تبعثر الصفافات زحل الحزبية، شمعون يكشف مواجهته للعونيين والقوات وجنبلاط في الدير، الحكومة تتخلى عن رفضها ربط المساعدات للاجئين بتشغيلهم. ضمن أسرار الآلهة، غابت في الفترة الأخيرة اجتماعات الأمانة العامة لقوى 14 أذار مما أدخل هذا التنظيم الإداري في الكومة. لا تزال قضية البث عبر القنوات الفضائية من محطة العربانية عالقة ولم توفر لها الحكومة حلا. ينوي الفاتيكان التدخل في انتخابات إحدى الرهبانيات المارونية قريبا. تبين من جريمة قتل زياد القصوف في زحلي أن السرقات في مستشفى تلشيحة مستمرة منذ زمن بعيد. طار العضو المسيحي الوحيد في بلدية كفرية بالبقاع الغربي بفعل التنافس بين لائحتين تقاسمتا المجلس البلدي الجديد. وبختم النهار بقلم زياد بارود ضمن الافتتاحية ومقالة بعنوان نافذة الدستوري تقفل باب التمديد. وقبل ما أختم نضوي على الصورة الرئيسية بصحيفة النهار لعملية إنزال خلال تمرين عسكري مشترك بين الجيشين اللبناني والبريطاني امبارح بالبقعة البحرية المقابلة لقاعدة حماة بشمال لبنان. ومن النهار منتابع جولتنا مع السفير. القوات والحريري جردة حساب وإعادة انتشار، الكتائب وفرعون ينصحان رئيس المستقبل بالتقاط الرسالة. ماذا ينتظر عون من الحريري؟ دقماق في العسكرية، أنا شيخ مقطع موصل، اللبنانيون يريدون بديلا، أين نحن منه؟ مسابح لبنان للأغنياء فقط. داعش يتباهى بنصف العراقيين، 270 ضحية في 3 تفجيرات انتحارية. غطاء أمريكي سعودي لانتهاك الهدنة السورية. وختاما في السفير، العدو ومعركة بنت جبيل رسوخ أوهن من بيت العنكبوت. من السفير إلى عناوين الحياة، مجازر متنقلة في بغداد يتبناها داعش، سيارات مفخخة وانتحاريون استهدفوا أحياء شيعية وسنية والضحايا بالعشرات. بري يرفض التمديد للبرلمان اللبناني، رصد 40 إرهابيا لجأوا إلى ألمانيا. روسيا والسعودية تواصلان اتصالاتهما لتثبيت النفط. الشاشات العربية تبحث عن إنسانية مفقودة.
حذرت من أخطار اقتصادية وسياسية وعواقب التعامل مع شركات مرتبطة بالحرس الثوري، حملة أمريكية لوقف الاستثمارات الغربية في إيران. لندن لم تستطع التحقيق مع مشبوه كان يزور زيورخ دوريا. سويسرا تنفي أدلة عن اتفاق سري أبرم في السبعينات مع منظمة التحرير. مقتل 3 إرهابيين و4 دركيين في عمليتين للأمن التونسي. الحوثيون تراجعوا عن اتفاق إطلاق الأسرى. وختاما في الحياة، الدول الغربية تفشل طلب روسيا ضم فصيلين إلى لوائح الإرهاب خشية تعطيل مفاوضات جنيف. الحكومة السورية تهدد بخنق الغوطة. من الحياة منتابع جولتنا مع عناوين المستقبل. جوني أم المعارك واستطلاعات تتوقع مفاجأة مدوية. 18 جثة إيرانية جديدة في خان طومان. الجبير تزويد المعارضة السورية بأسلحة أشد فتكا. مجلس الشيوخ الأمريكي يتصدى لعرقلة شراء الماء الثقيل من إيران. ضمن مخاتير وبلديات رومية لوائح مختلطة والأحزاب لا تتدخل مباشرة. ميريام سكاف حققنا رقما انتخابيا واعدا. مسيحي طرابلس لتسوية تؤمن التمثيل الصحيح. بهية الحريري في منتدى المرأة العربية، بإرادة الرائدات والرواد نستعيد استقرارنا واعتدالنا. لبنان ينخرط رسميا في الجهود الأوروبية لمكافحة التهرب. وبعنوان أخير في المستقبل، جسر جوي سعودي لإغاثة نازحي الأنبار، 3 تفجيرات مروعة لداعش في بغداد. منتابع جولتنا ومنوصل إلى الأنوار. وفي عناوين، بر يدعو إلى انتخابات نيابية يتبعها انتخاب الرئيس بمن حضر. مناورات عسكرية لبنانية بريطانية. لبنان ينضم إلى اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية. عشرات القتلى بانفجار 3 سيارات مفخخة في بغداد. مواجهة مع إرهابيين في تونس والجزائر. بقلم المحلل السياسي، الاختبارات الديمقراطية طرحت فوضى الاستحقاقات. ميشيل تامر قد يتسلم رئاسة البرازيل اليوم. مطالبة دولية بوقف جرائم الحرب في سوريا. بالأخبار الاقتصادية، 50 مليار دولار من عملية زيمبابوي أو من عملة زيمبابوي تعادل 2000 دولار أمريكي. وبختم بقلم رفيق خوري، أم المعارك البلدية في بلد بلا رئيس. في اللواء اليوم، تفاهم مع راب يختبر صموده في جوني، وعائلات الغبيري تواجه الثنائي الشيعي. سباق بين التلزيمات وإقفال مطمر النعمة، وطبخة تلفزيون لبنان بند تجاذبي. موسكو تفشل بإدراج أحرار الشام وجيش الإسلام على القائمة الإرهابية. حشودات روسية وإيرانية نحو حلب، والغوطة وداعش يحاول عزل تدمر. وبقلم المحامي محمد أمين الدعوء، بين لائحة زي ما هي والشعب زي ما هو. تنظيم الدولة يتبنى الهجمات بثلاث عمليات انتحارية. مجزرة في بغداد، 244 قتيلا وجريحا. مصر تفتح معبر رفح ليومين بعد إقفاله 85 يوما. يعلون يحذر حماس، سنرد بقبضة من حديد. وختاما، تفاصيل التوافق في طرابلس تدفع بعناصر المعركة، ويتبقى ترتيب البيت السني. إلى عناوين البلد، بر يلوح بالانتخابات النيابية والراعي يلح على الرئاسة. الحريري وخيبة بيروت الوفية، ماذا بعد؟ عائلات برج البراجني والغبيري، معركتنا إنمائية لا سياسية. منتدى المرأة لتمكين جيل جديد من رائدات الأعمال. انتهاء هدنة حلب، وموسكو تشيد بقوة أسلحتها. وختاما، إسرائيل تحذر حماس في غزة. بالصحف الأجنبية وبترجمة العناوين، ذا ديلي ستار، رئيس مجلس النواب يتعهد لا تمديد للبرلمان بعد الآن. بري يؤكد على أهمية الاتفاق على قانون انتخاب جديد. هجمات لداعش تؤدي إلى مقتل 80 شخصا في بغداد. وختاما في الديلي ستار، النظام السوري يشن هجمات ضد الميليشيا قرب تدمر. من الديلي ستار ودايما بالصحف الأجنبية، ترجم العناوين لوريان لوجور، لبنان لتطبيق التبادل الذاتي للمعلومات الضريبية. وأيضا بالعناوين الرئيسية، تفجير ثلاثي في بغداد يؤدي إلى مقتل 90 شخصا. بعيدا عن الأخبار السياسية، بلوريان لوجور، مهرجان بعلبك الدولي 60 عاما بمواجهة الصعوبات والتحديات. بعناوين صحيفة الشرق، بري لا تمديد بعد اليوم ولتقصير ولاية المجلس. باريز توفد وزير خارجيتها التوافق لسد الفراغ.
ضمن رايع الشرق بقلم عون الكعكي مقال بعنوان القيصر ينضم إلى قافلة المجانين. بعناوين أخرى في الشرق قوات روسية إلى حلب وإيرانية إلى الغوطة، اعتصامات لموظفي أوجيرو دفاعا عنها، إيران فضائح تحرش تطيح رئيس الإذاعة والتلفزيون، لاجئون سوريون يساندون كندا في محنتها، وختاما في الشرق عشرات القتلى والجرحى بتفجير بغداد. من الشرق إلى الشرق الأوسط، داعش يتبنى الاعتداءات الثلاثة في بغداد، سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة تحصد عشرات العراقيين. تونس مقتل ثلاثة إرهابيين وإحباط هجمات. موسكو تفشل في إدراج أحرار الشام وجيش الإسلام ضمن قائمة الإرهاب. الزعبي خطة روسية إيرانية تستهدف حلب والغوطة. ودائما في الشرق الأوسط البحرين نواصل الإصلاحات وتوصيات بسيوني ليست نهاية المطاف. 40 دولة تناقش الظاهرة اليوم وتقرير أممي يحدد 4 خطوات لمواجهتها، عشية قمة لندن لمكافحة الفساد، صندوق النقد، الرشاوى تريليونات دولار سنويا. 15 فائزا من بين 5500 عمل قدمت إلى منتدى الإعلام العربي في دورته للعام الحالي. المهنية تتوج الراشد بشخصية العام الإعلامية العربية. وجولتنا مثل العادة بنختمها مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي كتبت بعنوان رئيس اليوم القوات والتيار أمام مطبات جبل لبنان. هل ينجح ترامب بتوحيد صفوف الجمهوريين؟ البلدية مدخل إلى المؤتمر التأسيسي. الجبير زودنا المعارضة أسلحة أكثر فتكا. بداية صعبة لديوكوفيتش وعودة ناجحة لفيدرير. وبختم مع صورة رئيسية، هنا يتحالفون وهناك يتصادمون، بإضاءة على الانتخابات البلدية. ومعها صورة بنكون وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك وبنرجع. جولتنا الفنية والثقافية لليوم رح منبلشها مع البرنامج الكامل لمهرجانات بعلبك لصيف 2016، تباعا بلشت المهرجانات اللبنانية تعلن عن برامجها، ومهرجان بعلبك رح ينطلق ب 22 تموز وبتستمر فعالياته لغاية 28 آب. الافتتاح رح بيكون بليلتين 22 و23 تموز مع فرقة كاراكلا، 30 تموز موعد مع الموسيقى الفرنسي جون ميشيل جار، ب 4 آب ميكا بيرجع مرة جديدة إلى قلعة بعلبك، أما ب 12 آب فالموعد رح بيكون مع بوب جيمس كورتيت، ب 19 آب موعد مع الفنانة اللبنانية عبير نعمي، 21 آب موعد مع ليزا سيمون، ب 26 آب موعد مع شيرين عبد الوهاب، والختام ب 28 آب مع خوسيه فان دام ميتس كارلوس جارديل. المميز كمان هالسنة أنه كل الحفلات رح بتكون داخل قلعة بعلبك بمعبد باخوس أو بالمدرجات، وضمن الفعاليات رح يكون في محطة مع شيرين عبد الوهاب ب 26 آب. مهرجانات بعلبك اللي بتحتفل هالعام بعيد الستين ورح بتقدم حفلة بعد أيام قليلة نهار الأحد ب 15 الشهر على مسرح كازينو لبنان مع الترومبيتيست العالمي إبراهيم معلوف، وعنوان الأمسية كلثوم، وهدف الأمسية دعم المهرجان بمناسبة عيد الستين. الحفلة بتبلش بتمام الساعة 8. مهرجانات بعلبك رح ننتقل إلى لجنة مهرجانات القبيات يلي كمان بدورة عقدت مؤتمر صحفي وأعلنت عن البرنامج الكامل للصيف 2016. أمسيات كتيرة رح نكون معها، ب 5 آب مع نجوى كرام، 6 آب وائل كفوري، ب 12 آب مع الفرقة العالمية بوني آم، والختام ب 13 آب مع الياسر رحباني.
يمكن بعدنا شوي بالتواريخ بس لابد ما نحكي عن هالمهرجانات. رح نرجع هلا للمواعيد رح بتكون خلال هالاسبوع والايام المقبله، وب 14 اب بعد بكره وضمن فعاليه مهرجان الربيع، المهرجان اللي عم يستقبله مسرح دوار الشمس، رح منكون 15 ايار رح منكون على موعد مع باسيكو كوياتي وغارانا روتس الموسيقيه من مالي، رح بيقدموا حفلتهم ب 14 ايار على الساعه 8:30 المساء على خشبه مسرح دوار الشمس. Are you happy? موعد سنوي دائما بيتجدد مع كابريولي فيلم فيستيفال ودورته الثامنه بال 2016. الفيستيفال رح بيكون عنوانه العريض كونفليكت او نزاع، ومثل العاده العروض رح بتكون بالهواء الطلق على درج مارن اولى، ومجموعه من الافلام القصيره اللبنانيه والاجنبيه كمان رح تنعرض، والدخول عم بيكون مجاني مثل كل عام. من كابريولي فيلم فيستيفال رح ننتقل الى مسرح المدينه يلي رح يستقبل مساء اليوم امسيه لفرقه اصيل وبرفقه عازف العود مصطفى سعيد. امسيه رح بيتم خلالها اطلاق البوم الفرقه الجديد بعنوان توحد. الموعد اليوم 8 المساء على خشبه مسرح المدينه بالحمرة. من مسرح المدينة رح ننتقل إلى مسرح مونوي اللي كمان بيستقبل اليوم العرض الأول لمسرحية لابرانتي ساج فام مع الممثلة الفرنسية ناتالي بيكو. هالمسرحية بتقدم صورة المرأة يلي بتواجه تحديات الحب والحياة. العروض رح تستمر لغاية 15 شهر يوميا على الساعة 8:30 المساء. Plus trembler, suis devenu l'espion par les fenêtres, les jours d'accouchement, pour savoir le travail. تدعي الجامعة الأنطونية إلى احتفالية ماء الشعر ناره تكريما للشاعر اللبناني صلاح السيتية. الموعد ب 28 الشهر على الساعة 7 المساء بحرم الجامعة الأنطونية بالحدث. رح منتابع وبرعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع الأوركسترا الفلارمونية اللبنانية ولجنة جبران الوطنية وبرنامج زكي نصيف للموسيقى، بيدعي الدكتور جمال أبو الحسن إلى حفل إطلاق ألبوم الجديد بعنوان سيمفونيك كولرز. الموعد بكرة الجمعة 13 الشهر على الساعة 6 بعد الظهر بأبو كنيسة مار يوسف للأباء اليسوعيين بمونو. ويلي العرض الأول يلي هالتوقيع العرض الأول لأرابيسك سيمفوني من تأليف جمال أبو الحسن وقيادة المايسترو فؤاد فخوري طبعا ضمن الحفل الموسيقي للأوركسترا. رح منتابع وبإطار موسيقى موسم موسيقى الحجة، هالنشاط الموسيقي اللي بتنظمه كمان الجامعة الأنطونية، موعد بعد بكرة السبت مع فرانشيسكا ديغو على الفيولون وفرانشيسكا ليوناردي على البيانو بكنيسة السيدة داخل حرم الجامعة بالحدد، ورح بيتم عزف مقطوعات لبيتهوفن شوبان رافيل وغيرهم. الموعد على الساعة 8 المساء. جولتنا الفنية والثقافية وصلت لختامها، خلينا نرجع مرة جديدة لعند جويل لناخذ فكرة أكثر عن حركة السير بهالأثناء. المعاون رؤوف أبو العز معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه بناخذ فكرة أكثر عن أحوال طرقات اليوم. صباح الخير. صباح النور يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك؟ ماشي الحال. واحوال الطرقات؟ احوال الطرقات يعني حركه المرور الصباحيه لليوم ناشطه الى كثيفه، خاصه على مداخل العاصمه اللي عم بيشهد فيها المدخل الشمالي حركه سير ناشطه من جوني باتجاه بيروت، عم بيتراوح ضغط السير ما بين دبي وجسر الكارنتينا. نعم.
بالنسبة لبوليفار سن الفيل عم بيشهد حركة سير كثيفة من نهر الموت باتجاه إشارات جديد الاتحاد خباز وضاغطة من الصالومة باتجاه الحايك نزولا حتى جسر الواطي. نعم. المدخل الجنوبي للعاصمة في حركة سير كثيفة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي حتى أنفاق المطار، كذلك خلدي الأزيعي. أوكي. وأن محور الحدث جاليري سمعان شيفروليه حركة سير كثيفة أيضا. نعم. أما المدخل الشرقي عم بيشهد حركة سير ناشطة من الجمهور نزولا باتجاه السيد. وبالنسبة لضمن شوارع العاصمة عم بتكون حركة السير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم، كورنيش المزرعة البربير حركة سير ناشطة بالاتجاهين، وأخيرا حركة سير كثيفة من جادة عمر بيهم باتجاه بشارة الخوري تباعا حتى وسط العاصمة. هيدا كل شيء اجمالا في محطة نعم. السير. شكرا لك المعاون رؤوف أبو العز، يعطيك العافية، بنحكيكم بكرة. نحن نتوقف مع بريك جديد، من بعده بنرجع لمتابعة أخبار صباح لليوم، خليكم معنا. صباح الخير. امبارح كانت الجلسة 39 لانتخاب رئيس للجمهورية، وللصراحة ما حدا انتبه. نصاب النواب انخفض، والدردشات الجانبية للنواب طغى عليها الموضوع البلدي، والكل غادر من دون كلام، كأنه البعض بيخجل من ولايته الممددة أمام ديمقراطية الانتخابات البلدية. بنفس الأجواء ومن ناحية أخرى بالذكرى 16 لرحيل العميد ريمو قدي، نحتاج إلى رئيس حامل وحامي ضمير الجمهورية مثل ما كان العميد، كلامه نعم نعم أو لا لا. وأيضا 12 أيار وبيوم التمريض العالمي منحيي كل ممرضة وممرض، ولبنان الجمهورية المريضة بغرفة العناية الفائقة بيحتاج إلى معرفة الداء والدواء، وإلا صح قول ريمو قدي، لبنان يلي منعرفه انتهى. زمن الماضي تحول، فلا السياسة نفسها ولا القطاع السياحي بخير، والصناعة والزراعة من سيء إلى أسوأ. الأكاديمي أو ذهب لبنان الأصفر على وشك أنه يتغير اسمه، وزراعة الحمضيات الشهيرة بلبنان صارت مجرد درس جغرافيا من الماضي. فنتيجة إقفال الحدود بين الأردن وسوريا توقف التصدير، وتسكرت أمال المزارعين اللبنانيين بتعويض خساراتهم المتتالية سنة بعد سنة. وحال المزارع كالتالي، محاصيل مكدسة، ولمين لقطاف ولا شو الحكي. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، من تابعه سوا. اعتمادنا عليها، كل المنطقة بتعتمد على الشجرة اللي هي عمرها من عمر تقريبا موجودة عندنا من 400 سنة، من قبل ما وجود الأتراك عندنا. مثل ما شايف هذا الرزق كله مساحات شاسعة، كله ثلاث اربع يعني 90% كب الارض، ما رد على المزارع بشيء من مال. من حوالي الخمس سنوات لليوم تغير مكان شائع من مئات السنين، فزراعة الأكيدين التقليدية بقرى شرق صيدا ووادي جزين تحولت من مصدر عيش أساسي لمئات العائلات إلى خسارة رتبت مصاريف وديون لا قدرة على المزارعين بتحملها. سعيد الحاج مزارع الأكيديني اللي بيعتمد على الموسم لتأمين أقساط أولاده المدرسية أصيب هالعام بنكسة كبيرة، والأشهر الطويلة اللي أمضاها بمعاملة هالأشجار المتلألئة راحت سدى. عندي 100 كعب أكيديني، عندي 50 كبار و50 وسط، يعني بعتبرهم إنه هودي براني، بتعب حتى يكفي عائلتي، هاو بنتكل عليهم إنه بعلم أولادي. طلعنا خسارة. التغير المناخي أحد أبرز الأسباب اللي أدت هالعام إلى خسارة أكثر من 80% من الموسم، فالحبات الذهبية اللي قدرت تصمد بموجة البرد الجديدة بفترة الحمل لقت حتفة بموجة الحر اللي ضربت البلد قبل أيام قليلة. يا أخي مثل ما شايف، تفضل ليك، هيدي الأكيدينيا هيدي تعرضت لعدة عوامل طبيعية، عوامل الجليد والسقعة من فترة شهر ونص تقريبا قبل ما يستوي الحب،
ورجع لما صار الحب ملوح وبده قرب ينضج وصار بده قطف، اجت هالشلهوبة ليك بتشوف كل هالحب صار كله للكب. هيدا يعني هيدولي كلهم عندي بإيدي 10 حبات، هيدولي بدي كبهم كلهم، إذا بدي أسي قلبي بخلي وحدة وإلا الباقي كله للكب. يعني فضل للمزارع إنه يخلي إنتاجه على الشجرة اللي باقي، لأنه لما بده يجيب كلفة عليه أوفر له. حتى هلا الموسم المضروب لما بده يجي ينقيه عن الشجرة بده يتكلف يجيب عامل يتكلف فيه 40,000 ليرة بالنهار، وبالنتيجة ليكبه بالأرض وإلا ما بيطلع الموسم الثاني. في عدة ضربات وهالمزارع مش عم يقدر، ما في مين يحضنه، ما في يطلع فيه، ما في مين يرشده، وبتركض بتركض بتركض بتروح على وزارة الزراعة بيقرد فوق. ما بعرف شو بدك تعمل. حكي قد ما بدك فيه، حكي معي وشو بدك فيه، حكي قد ما بدك فيه، حكي معي وشو بدك فيه، هيدا مطفي ولو ضويته هنيني بيرب مطفي خالص. التحولات المناخية قد تكون أهون على المزارعين من احتكار التجار وتحكمهم بالأسواق، حيث عم يضطر المزارعين إلى تسليم منتوجاتهم بأبخس الأثمان ليعود التجار ويبيعوها بأغلى الأسعار. السلعة بصير الطبيعة شوي سنة أذيتنا، ذحنا عن الطبيعة جينا ننزل على السوق، السوق أذينا أضربنا 10 مرات، مع أن ربنا مش قاصي يأذينا، بس هاي طبيعة طبيعته بالدنيا، لا في أسعار ولا في ضمير بالتسويق، ما عم طلع يا شغلتنا حق البضاعة يلي عم نحطها نعبي فيها الكدنيا ما عم نطلع. عملنا حسابات وبيطلع بكلفنا العلبة مع الحويشة مع التستيفة بال1250، عم جينا نراجعها ب1000، يعني حاطط أنا بال4 بساتين بحدود ال15 مليون. بعمل حساب لازم أنا على الأقل برجع ال15 وبيطلع لي شي 5 بيصيروا 20 مليون، لحد هلا خلصوا البساتين مش عامل 5 مليون. يعني في عندك عيني ما بعرف اذا الكاميرا رح تلقطها، انا بيع لي العلبه هاي 117 علبه بتكلفني العلبه لتوصل على السوق بين ال1005 وال2000 ليرة كلفتها، راجع ب1000 ليرة، يعني بال1000 بال117 علبه في بحدود ال117,000 خساره، هيدي عيني صغيره. وكل يوم نفس القصه، اذا كل يوم 100,000 خساره 100,000 خساره على شهر بيطلعوا 3 مليون. القليل من الدعم المادي قد يكون كافي لإعالة مئات الأسر اللي بتعتمد على هالزراعة، وإلا فإنه البديل رح يكون اقتلاع الأشجار والتحاق المزارعين بصفوف البطالة وطوابير الانتظار على بواب السفرات. شو بيبقى من الرواد؟ شو بيبقى من الشجر؟ شو بيبقى من الشوارع؟ شو بيبقى من السهر؟ شو بيبقى من الليل؟ من الحب؟ من الحكي؟ عم بتشرد غريب. منتابع حلقتنا لننتقل إلى قصر اليونسكو مع مهرجان تبادل الثقافات من تنظيم نادي ألايونز ورعاية وزارة السياحة. المهرجان اللي شارك فيه 15 بلد قدموا خلاله لوحات فولكلورية وتخللوا معرض للأطعمة التقليدية. تقرير. أرجيهن القلعة كيف تطلع وكيف تعمل، نحن جدودنا قصار وتراثنا هنزلتوا على المسرح وبس مش أكثر من هيك. بقلبك عريقة بأهلها وبناسها وبحضارتها، ونحن إن شاء الله حنقدم شي حاله. Lebanon is beautiful country. Their people is so beautiful, nice. We love Lebanon. I'm gonna make it.
من العراق، سوريا، فلسطين، الأردن وأكثر من 15 بلد وصلوا على لبنان، استقبلهم على مسرح قصر اليونسكو ليتبادلوا الثقافات والرقصات الفلكلورية، فحضرت بعلبك وحضر العلم اللبناني ليرحب فيهم بمهرجان ثقافي فني عريق أحيى الفنان زين العمر. بظل كل التحديات والصعوبات اللي عم بمر فيها لبنان، عم نحاول قد ما فينا كلنا نشتغل ايد وحدة لنبين وجه البلد الحضاري للعالم كله، انه لبنان بعده موجود على الخارطة. هيدي لضغط مقولة انه في تضارب الحضارات، ونحن هون عم نورجي انه كل الحضارات مو كل تلتقى. هيدا بضيف للبلد وبيعطيه شوي روح، البلد بحاجة لهيك أنشطة، بحاجة لهيك دعم، ويا ريت كتير مؤسسات بتعمل أنشطة بالوقت الحاضر، بركي شوي بتغين عن البلديات والسياسة. اليونان وقتها كانوا يكونوا زعلانين بأيام الحرب كانوا يعبروا عن مشاعرهم بقلب هيدا الرقصة. ماما يعني قالت الشيخ بسي حمري دوزوخ دو دونس ومن كل الأبلاد، وفي ستاند انه فيكم تشتروا، يعني سي تخيز اوريجينال. بعد 3 ساعات من الحركة المستمرة والألوان والفرحة اللي تبينت على وجوه الحاضرين، كان هالحدث اللي نظمته أندية لايونز فرصة لتلاقي الحضارات، وكان الختام مع معرض للتحف والأطعمة اللي بيتميز فيها الـ15 بلد اللي شاركونا بتراثهم. على قصر اليونسكو كرمال نمثل فلسطين ونقول لهم انه نحن شعب واحد ونحن حابين نرجيهم تراثنا. نحن كثير مبسوطين هلا تنعمل الايفنت تو شو ذا بيبل وات وي كان دو، اند صرنا زمان عم نتمرن على هيدا الشيء، يعني هيدا اوبورتونيتي لنا تنفرج العالم شو فينا نعمل. هيدا الشيء بتصور مهم لانه كلنا عم نقدم قدام انه جمهور كتير كبير. غيرتوا لنا الجو فعلا، يعني كتير ممنونين منكم انه تغير الجو، بعدين هذا الجو يعني علمي ثقافي مهني. عم نتعرف على ثقافات أخرى وبالمقابل عم نعرف ثقافة لبنان الحلو الفولكلوري القديم اللي نحن منعتز ومنفتخر فيه. قديش بتمنى بلبنان تعم هالحركة الثقافية تشجيع لرفع مستوى التعليم والحضارة. الله يستر علينا بس بهالسياسيين يعطونا شوية هدوء حتى مغتربيننا يرجعوا، حتى أولادنا اللي تغربوا يرجعوا، حتى يصير في لنا أمل للعيش في هالبلد.
منتابع حلقتنا سنويا، وبهالفترة من السنة الأنظار كلها بتتجه نحو مدينة كان الفرنسية يلي بتجمع أبرز وأهم النجوم العالميين بالفن السابع. امبارح انطلق مهرجان كان السينمائي بدورته 69، ولبنان من خلال مؤسسة سينما لبنان ووزارة السياحة والثقافة ومؤسسة إيدال مشارك بعدة نشاطات. رح نبقى مع مؤتمر صحفي بوزارة السياحة للإعلان عن النشاطات يلي رح بتدور داخل المهرجان. تقرير. من 2005 والسينما اللبنانية حاضرة داخل مهرجان كان السينمائي من خلال بافيون وزارة السياحة ومكتب وزارة السياحة بباريس بإدارة سيرج عائل. سنوياً عم بتشارك أفلام لبنانية بعدة مسابقات. هالتعاون عم يترسخ أكتر وأكتر سنة بعد سنة، وترسخ مع مؤسسة سينما لبنان الداعمة للأفلام السينمائية اللبنانية والحاضرة من سنوات داخل المهرجان. أقيم مؤتمر صحفي بدعوة من مؤسسة سينما لبنان والسيدة مايا دوفريج ووزارة السياحة وشركة إيدال ووزارة الثقافة للإعلان عن هالتعاون وللإعلان عن النشاطات يلي رح تدور داخل مهرجان كان السينمائي خلال الدورة 69 من المهرجان يلي بتنطلق ب 11 أيار لغاية 22 أيار. ومثل ما شفتي كمان هالسنة في هن الأفلام اللي نجحت واختيرت بالبرنامج الرسمي، مشان هيك قررنا هالسنة إلى جانب كل النشاطات اللي نحن منقوم فيها لهن السكرينينجز بسوق الأفلام، لهن مثل ما هالسنة عنا برنامج خاص اللي هو لبنان جوز تو كان للوركس إن بروجريس مع بالمشاركة مع الفيلم ماركت. عندنا قررنا نقوم ننظم سهرة استثنائية بس للتكريم السينما اللبنانية للاحتفال. هاللي صار عندهم إبداع بمجال السينما، هاللي هن حاملين العلم، وهالقطاع يعني أصبح في شبه قطاع عم بينما حول السينما، إن كان المنتجين الخارجيين ليجوا للبنان وإن عم ندعيهم أكتر وأكتر مع الاستقرار الأمني. ونحن عم نتعاون أكيد بأكتر من إطار، وعم نتعاون كمان مع فونداسيون ليبون سينما اللي أوكلناها بمهمات معينة كمان للقيام بمساعدتنا لأنه بنقصنا كتير الموظفين، وطبعا في مصرف لبنان وفي إدال عم بيقوموا بمهامهم. هذه السنة الثانية نحن عم ندعم هذا القطاع، عم ندعمه باتجاهين. الاتجاه الأول هو تشجيع الشركات الكبرى وخاصة العالمية إلى اعتماد لبنان كمركز مهم في إطلاقة السينما العربية. بنكون أجندة تبع الفستيفال هي إنه نقدر نحمل الشورت فيلمز تبع الشباب اللبناني مين للخريجين الجامعات ليقدروا يعملون توزيع معين بكان. السنة رح من إنتاجنا، إنتاج شركة أبوت برودكشنز، في فيلم ترامنتين للمخرج باتشي بولغورجيان اسمه الفيلم ربيع بالعربي. هو فيلم لأول مرة عم بينعرض، أول فيلم لبناني فيكشن رح يكون عم بينعرض بالسيكسيون تبع سومان دو لا كريتيك. فالنشاطات اللبنانية مختلفة، من عروض أفلام، لقاءات بسوق الأفلام، أفلام مشاركة ضمن المسابقة وسهرات لبنانية. تابعين حلقتنا ومنرحب بضيفتنا لليوم رندا ديراني، مديرة العلاقات العامة بمؤسسة إنسان. صباح الخير رندا، وأهلا وسهلا فيك معنا بستوديو أخبار الصباح. نحن موعدنا السنوي معك ودائما بنحكي عن نشاط مميز بتقوموا فيه بجمعية إنسان، وهو عرض أزياء للعاملين الأجانب بلبنان، صح؟ العاملات والعمال الأجانب بلبنان. طبعا هدف في رسالة إنسانية من وراء هالنشاط أكيد. اللي بتقوموا فيه أكيد. حطينا بالتفاصيل العمل هالسنة العرض. أول شيء رح بلش أعرف بمؤسسة إنسان للي ما بيعرفوها. مؤسسة إنسان هي مؤسسة لا حكومية ناشطة جدا بحقوق الإنسان، هيدا هدفها، خاصة بتهتم بالأشخاص يلي هن الفئات الأكثر شيء مهمشة بلبنان، خاصة اللاجئين والأجانب.
بنهتم. هلا ما بعتقد في حدا ما بيعرف انسان صار. بالحقيقة نحن صرنا معروفين كتير، نشكر الله لأنه العمل اللي بنعمله هو عم بيعرف عنا. يعني نحن ما بنعمل حملات دعائية لأنه ما عنا الإمكانيات، بس الشغل اللي بنعمله على الأرض هالقد جدي وهالقد فيه حقوق إنسان إنه صارت ناس تعرفنا. من بيناتهم حقوق العاملات الأجانب بلبنان. صحيح. يلي رح بيكونوا على موعد بـ15 شهر نهار الأحد المقبل بالأوليفرز بالجميزة. صحيح. بعرض أزياء صار هاي رابع مرة مزبوط. بيصير مزبوط، والسنة تحت عنوان Celebrating Colors 2016. كم عاملة وشو عم تكون ردات فعلهم؟ أكيد هو عنوان دائما الفاشن شو او عرض الازياء هو سيلبريتنج كولرز، وبتتغير السنه يعني الاحتفال بالالوان، وهو في لعب على الكلام لانه الصبايا يلي بيشتركوا معنا من جنسيات مختلفه، انتماءات مختلفه، ثقافات مختلفه، والوان مختلفه. صح. بقى السنه للمره الرابعه رح نكون مثل ما قلتي بالاوليفرز بالجميزه، والسنه عمينا بالتعاون مع جامعه اسمود بيروت، لانه للسنه الثانيه من خلال اسمود قدرنا نتعرف على المصممات والمصممين يلي قدموا لنا التياب. نحن بدون هالمصممات والمصممين ما فيكم تعملوا العرض، ما فينا نعمل العرض. مزبوط. مين هن؟ وبدي اشكرهم شخصيا، هن رح يكونوا سبعه: إلسي جرمانوس، جوي حنا، كامل اسعد، ماريا بداري، ندى تامر، رندا ديراني، وتاتيانا حبيش. رح نكون سبعه السنه، شباب وصبايا. بننبسط تكون في شباب وصبايا بين. وكم عامله؟ بفتكر رح يكونوا حوالي بين 12 و14 صبي. يعني عندهم باستاج او باستاجين او ثلاثه على القليل. بين 2 و3، بين 2 و3، لان في عندنا حوالي 30 اوتفيت. حلو. طيب بنختم دائما بالزي التقليدي، يعني النقله النوعيه كانت انه زدنا اضفنا الزي التقليدي، وكثير بياخذ حماس. عم نشوفهم اصلا بالزي التقليدي هلا، زي تقليدي لكل بلد يعني لكل عامله. بتجيب تيابها بتجيب الزي التقليدي اللي عندها اياه وبتلبسه وبتعرضه. يعني ما بقدر اقول لكم باخر السهره شو بيصير، لانه بينحط كمان موسيقى، موسيقى البلدان يعني هيك المرافقه بقى، بتبقى الموسيقى شوي هنديه على يعني اثيوبيه الى اخره، حسب الالوان. موسيقى ملونه، موسيقى ملونه. والصبايا من جنسيات مختلفه، ويعني نحن ما بننقيهم على كرايتيريا معينه، غير انه بدنا نامن انه يقدروا يلبسوا التياب، لانه اجمالا المصممين بيعملوا مقاسات صغيره. بس عدا عن هيك كل الصبايا هيك بنبقى مرتاحين وكل شيء. وهن صراحه كل سنه هن صاروا عم بيطالبوا بهذا الحدث، هن زيتهم او كل سنه كمان بيصيروا بيقولوا لاصحابهم، وبصير هيك هالريزو بيكبر اكثر. مزبوط من اثنين. يعني في صبايا اشتركوا هذيك السنه، في صبايا عم يشتركوا لاول سنه. طيب كيف عم خبريني شوي كيف ما بعرف بيعملوا لهم ميك اب وشعر؟ رح اقول لك شو نحن كيف بيطلعوا على المسرح بيتدربوا قبل؟ ما بعرف يكونوا خيفانين، كثير غريبه التجربه. هلا اول سنه كان في كثير صعوبه حتى يجوا لانه كان شيء جديد، بعدين فهموا شو الكونسبت وفهموا انه نحن لانه بهمنا، يعني هو الهدف هو شو؟ اول شيء الهدف هو انه حقوق المراه بالمطلق، لانه هي هالعامله امراه قبل ما تكون عامله. بعدين في حقوق العاملات الاجنبيات، لانه نحن اليوم عايشين بلبنان يعني قديش هن بحاجه ليشتغلوا عنا، قديش نحن بحاجه لهم. اذا من هي الناحيه هيدي بنسميها الوين وين سيتويشن، يلي كلنا ربحانين بهيدا المجال الحقيقه. وبعدين هن بعدهم مستثنات هالصبايا من قانون العمل، فنحن عم نجاهد مع كثار من المؤسسات انه يدخلوا تحت قانون العمل حتى يكونوا مغطيين بالقانون، ويكون انه هيدا الشيء كمان شغلنا. كل شيء بنجرب يعني نوصله يكون حقوقي يعني بالمعايير الدوليه لحقوق الانسان، يكون حقوقي مغطيين يعني بلبنان. طيب يعني صحيح عم نحكي عن فاشن شو ازياء وهيك، بس ضمنيا في رساله انسانيه كثير مهمه، في رساله. هيدا الحدث هادف، يعني نحن وهن بيعرفوا هيدا الشيء، ومشان هيك نحن بنطلب كل سنه انه يقولوا ليش تركوا. طيب في حضور ليش تركتوا؟ بيقولوا نحن بنحب انه نفرجي صوره عن بلدنا مختلفه، بنحب نفرجي المرأة
اللي فينا، لأنه برات شغلهم مثل أي صبية أو أي امرأة عندها حياتها وعندها هواياتها وعندها حلمة أنه تكون لليلة نجمة نجمة. طب رندا عم بيكون في حضور يعني. عم بيكون في حضور رسمي يعني إن كان من قبل وزارة العمل أو حتى بعض الجمعيات الغير الحكومية اللي كمان هي يمكن بتسعى لنفس الهدف اللي أنتم عم تسعوا له، عم بيكون في حضور كل المؤسسات الصديقة يعني الميلينج ليست كتير كبيرة، وكل أصدقاء وصديقات إنسان يلي كل سنة بيقولوا لي شو السنة، بيسألونا أصحابنا شو السنة عاملين الفاشن شو بينتو يعني. لأنه كتير حلو وكتير هيك معمول بس جهات رسمية عم يعني بتكون حاضرة أو نحن إجمالا لما بنعمل محاضرات وكونفرنس بنعزم كل الجهات الرسمية وكلهم بيكونوا حاضرين، وعن جد صار المجتمع المدني يقدر يأثر بكتير مطارح يعني المؤسسة من خلال القسم يلي هو قسم الأبحاث وحملات الضغط الأدفوكاسي والريسيرش ديبارتمنت بيشتغل على دراسة الأوضاع اللي موجودة بضمن يعني هالمجال اللي بنشتغل فيه، وبنطلع بخلاصة وعلى أساسها بنشتغل حتى نقدر أم نغير قانون أم نطالب بتعديل أو أو نغير قرار أو نطالب بتغيير قرار أو تحسينه أو نلفت نظر نضوي على مواضيع معينة. وصار اليوم المجتمع المدني كلمته مسموعة يعني عم نقدر نوصل الصوت وعلاقتنا يعني بكل الجهات المسؤولة جيدة وبنقدر يعني نتصل نتواصل بقى أصحابهم بيجوا بيشوفون أكيد أكيد أصحابهم والعائلة ويعني لأنه بنعرف نحن أنه في أوقات هنا عيال يعني خيال صبية وأختها وفي منهم جوازين وصار عندهم ليد يعني الموجودين بيكونوا من العاملات وأصدقائهم وعيالهم وأصدقائنا وصديقاتنا يلو هون دعوة من خلال أخبار الصباح يمكن لكل عم بيسمعونا وحبين كمان هن يشاركوا أنه نهار الأحد لقلكم دعوة كل سنة بقول يا ريت بتكونوا معنا عم نكون وعم نصور تقرير كل سنة أنتوا دايماً انتم واكبينا بس يا ريت تجوا تحضروا اذا عندكم وقت انا بدعي الكل انه يجي يحضروا ب 15 شهر نهار الاحد بالاوليفرز بالجمايزه رح يكون الجو مثل العاده هيك في فرح ورح يكون هادف انه نقول انه نحن متساويين بنخلق احرار وعندنا مساواه الفرق انه كل واحد جاي من بلد هذه هي رندا ديراني مديرة العلاقات العامة بمؤسسة إنسان نحن بنشكر حضورك معنا بنتمنى لكم التوفيق كل سنة وعلى أمل أنه هالحقوق توصل لأصحابها كلنا بحاجة لها إن شاء الله أهلا وسهلا فيك كتير وناطرينكم نهار الأحد زال لراد شكرا لك بريك ونرجع تابعين حلقتنا ومرحبا بضيفنا الثاني لليوم الدكتور فادي الحلبي مدير عام جمعية مابس والمنسق الطبي للهلال الأحمر القطري. صباح الخير دكتور. صباح النور وأهلا وسهلا فيك معنا بسجو أخبار الصباح. منا نحكي عن حملة الصحة الفموية يلي انطلقت نهار الاثنين بالباع وهي بتشمل الأطفال خاصة يمكن أطفال اللاجئين. بس قبل ما نحكي بالتفاصيل بدنا نعرف بس نقول صحة فموية دكتور عن شو بنكون عم نحكي؟ بداية الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. أهلا فيك. الله يكرمكم يا رب. تاني شيء قبل ما أفوت أنا بموضوع الصحة الفموية اسم الحملة نحن وقت بلشت فلقينا لها اسم أفضل اللي هو المايلز فور سمايلز. فهي لأنه المشاركين فيها غالبا مسافرين شيء جاي من أمريكا وشيء جاي من بيروت فهذا اسم الحملة الجديدة على قد يعني. أيوة تماما. فالفكرة الصحة الفموية إن طلعنا من منظور طبي هي حقيقة شيء دارج بالمدارس عادة وخصوصا ضمن نظام الصحة المدرسية، لكن الشيء الثغرة اللي الآن شفناه نحن بتعامل مع اللاجئين وخصوصا الأطفال إهمال هذا القطاع، وكثير من المنظمات الإغاثية ولا الطبية هذا القطاع ما بتاخده من حيث العناية بالطفل وخصوصا بموضوع الصحة الفموية، كونه الصحة الفموية هي انعكاس عن كثير من الأمراض ولا بس شو هي صحة الأسنان بس صحة أو الأسنان لا 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 ممكن صحة الأسنان اللثة بعض الأمور المتعلقة بحتى يعني أي شيء ضمن الفم بالحنجرة تماما تماما، لكن هلا هيك اسم عام لكن اللي نحن اشتغلنا فيه حقيقة كان له علاقة فقط بالأسنان وباللثة فهي الحملة اللي بلشتوها بالبقاع ما بعرف إذا رح تنتقل على غير مناطق بس على الأرض كيف فينا نوصف الوضع هلا نحن كجمعية مابس عندنا مدارس
ونقاط تعليمية متواجدة ضمن المخيمات نعم. باسم مدارس الأمل. فاستهداف المدارس كان عبارة عن استهداف الأطفال الموجودين بداخل هيلهن تقريبا فينا نقول أغلبهم من سكان المخيمات نعم. فهي هي اللي كان نحن لدينا ما يقارب 10 مدارس ضمن مخيمات اللاجئين السوريين، 5 منها في مناطق البقاع الأوسط والغربي، وهي اللي استهدفتهم الحملة. بس شو وضع الأطفال يلي خضعوا لهيدي الحملة؟ الأطفال إذا بدنا نجي للواقع حقيقة هذا الموضوع عندهم مهمل صار له فترة، يعني أكيد مو مراجعين طبيب أسنان صار له من أول يمكن ما أجوا من سوريا للأسف، من فترة النزوح بجوز سنة سنتين ثلاثة أربعة، فمشان هيك طلعت معنا مفاجآت بجوز كبيرة أو حالات صعبة، مشان هيك كان الموضوع فقط ليس ساحة العمل هي المدارس، كان في عنا شيء نظام إحالات نشغل هالمدارس. لمين بتحولون؟ كان أخذنا مستوصف هو تابع لجمعية مابس أوريدي، وكان قسم من الأطباء متواجدين فيه، فالأطفال تطلع يعني رح بكون في متابعة لألون لأنه طبعاً الصحة الفموية ما بدها جلسة أو طبيعي طبيعي، لأنه أهدافها كانت أكثر. هي بداية أخذت بعد الوقاية إنه شلون ممكن نعمل أويرنس وتوعية، بعدين أخذنا بعد العلاج لبعض الحالات إنه نقناهن ثلاثة، تم توزيع ضمن هاي الحملة فرشاية ومعجون أسنان فكانت نقلة نوعية حتى للطلاب يلي صلوا مهملين أكثر من فترة طويلة. عم نشوف نحن الصور دكتور من هالحملة يلي انطلقت خلال بداية الأسبوع طيب كمان يمكن في أيام حالات ما رح نقول يمكن تجميلية، بس يمكن أيام تستدعى كمان يمكن تقويم الأسنان ببعض الحالات، تنقول الفك يعني ما بيسكر مشاكل صحية أكثر من تجميلية كمان هون هيك حالات عم ممكن تتابعوها لانه يمكن بدها فتره علاج اطول. صحيح صحيح، مشان هيك هلا ممكن نحكي نحن مين اللي هذا المشروع قام بالتعاون اساسا مع السامز الجمعيه الطبيه الامريكيه السوريه وجامعه بوفالو والجامعه اليسوعيه، الجامعه اليسوعيه قدمت ما يقارب شيء 90 متطوع من اطباء من قبل الجامعه سواء خريجين او لسه ما تخرجوا، والجامعه والجمعيه الطبيه الامريكيه كمان قدمت اختصاصات عاليه نزلوا من امريكا لهذا الموضوع من جامعه بوفالو، فكان في اختصاصات متعدده منها حتى كان في اختصاص جدا عالي كجراحه الفم والفكين، فبعض الحالات ممكن اكيد نحن ناخذها بشق انه ممكن يكون متابعه بشكل ايجابي. دكتور ذكرت انه الحمله من اسسها واهدافها الوقايه وقايه للفم، أشخاص مثل وضع النازحين السوريين للأسف ما بعرف قديش في عندهم سبل وقاية، يعني قديش هني ما بعرف الأهل واعيين على أهمية هالموضوع اللي بيتعلق بأطفالهم وفيهم هني مباشرة، قديش في عندهم أوقات يمكن مجال أنه يكون في شو بعرفني مطهر للفم، فرشاة أسنان، دواء أسنان بشكل دوري لازم يكون موجود دايماً، قديش هول المقومات البسيطة اللي لازم تكون موجودة عند كل شخص قديش هن موجودة عندهم أو قديش بالهم فاضي بمعنى آخر يأمنوها؟ هلا لا شك بصراحة يعني إذا نحكي حقيقة الأمر الاهتمام بالصحة الفموية أمر جدا جدا مهم، اللاجئ السوري عنده كثير حتى أمور أساسية لسه ما توفرت أهم من هذا الموضوع، فتمام يمكن عنده تأمين الأكل والشرب، عنده أياما تأمين حالة إسعافية، لا شك عم نحاول انه نحن نفوكس شوي على الوقايه لانه هي لها تداعيات ولها فيما بعد بصراحه اهداف اخرى بموضوع الوقايه، اما ما عم نحاول نحن نمشي على نظام طفى الحرائق يعني انه بس ناخذ انه الامور الاسعافيه، بدنا نمشي مثل ما بده اللاجئ حقيقه ما بنحقق هداك التوازن المطلوب، لكن يطلب من الان هذه واحده من الرسائل ممكن يلي المنظمات تشتغل على نظام الوقايه والاويرنس، لا شك سد ثغرات الاحتياج. طب هون وين دوركم؟ يعني بنعرف يمكن تخلص الحمله ويمكن في كثير اشخاص ما رح يرجعوا يقدروا يامنوا تنقول هالمستلزمات، وبنعرف انه نحن يمكن مره كل 6 شهور لازم نقصد طبيب الاسنان تنعمل هيك تشيك اب نطمن انه كل شيء منيح، قديش هون انه انتم يعني ناويين مثلا كل 6 شهور تزوروا مره هالمنطقه هالمستوصف وكمان تعملوا هالكشف الطبي للاطفال تشوفوا كمان وضع صحتهم الفمويه؟ تمام، هلا حقيقة كجمعية مابس الآن نطمح إنه نساوي هالترابط هذا بين برامجنا التخصصية اللي هي البرنامج التعليمي المشرف على المدارس والبرنامج الطبي المشرف على عدد من المستوصفات، فهي استراتيجية موجودة، أضف إنه استراتيجية البعثات يلي الآن في كثير ناس حابة تساعد اللاجئين السوريين لكن بعاد فينا نقول، فهلا عم ننظم والسامز كان لها دور كثير كبير بموضوع الجمعية الطبية السورية الأمريكية باستخدام هالميشنز هي للبنان، فعم نحاول نحن خلال فترات متقطعة
انه نحاول نأمن ممكن نعمل تجميع للحالات اللي بحاجة علاج ومن ثم نعرضها للأطباء التخصصيين اللي ممكن بلبنان هون غير يعني فينا نقول متاحين للاجئين السوريين. نعم. طيب خلال تواجدكم على الأرض بالبقاع كيف اللاجئين نظروا لهالحملة أو ما بعرف كيف كانت ردة فعلهم؟ يمكن مستلشئين، يمكن مش عاطين الأمر أهمية؟ هلا قبل كل شيء الاهتمام بالموضوع كان بصراحه امر ايجابي بالنسبه لهم، انه في حدا عم بيهتم لهم بشيء اسمه الصحه الفمويه واسنانهم، وكانت هيك كايفنتس ويعني طلعوا الطلاب كلهم وصار اهاليهم، خصوصا انه طلابنا نحن من قلب المخيمات، فالاهالي عم تشوف هالشيء هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه للاهالي وقت تفاعلوا بالقصه صاروا يفكروا حتى بامور وقايه ثانيه للصحه، فكان امر ايجابي. ثلاثه وجود الانطباع انه وجود فينا نقول يعني افواج بشريه جايه يعني إيه؟ يعني بينزلوا يفوتوا للمدرسه يفوتوا ما يقارب يعني كان في اعداد عم بتزوركم او عم بتلجا لكم بهيدي الحمله، يعني مش انه ما كان في استلشاء حول الموضوع. لا 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 إيه؟ بالعكس، نحن من الطلاب بقلب المدرسه، اذا شفتوا بالفيديو شلون طلعوا حتى المقاعد طيب رح ترجعوا تنقلوا لغير مناطق؟ هلا نحن كنشاط الجمعيه بالنسبه للمدارس التعليميه هي حقيقه في البقاع، لكن هلا هذا المشروع طالما حقيقه تعاون من الجامعه اليسوعيه كان رائع باشراف البروفيسوره ندى نعمه، وتعاون من سامز دكتور شبلي من جامعه بوفالو والجمعيه الطبيه الامريكيه، فنطمح انه نعمل مثل ما بيقولوا هالموديول هذا يتنقل معنا لاكثر من منطقه ان شاء الله تعالى. طيب سؤال هيك، الولد بخاف عاده من الطبيب، يمكن طبيب الاسنان بخاف منه اكثر، كيف هيك هدأتوا لهم خوفهم؟ كيف كانت المقاربة اللي اعتمدتوها؟ هول عندهم يمكن أشياء كثير يخافوا منها أكثر من بس والله للأمانة كانوا الأطباء اللي نزلوا جدا لطيفين وجايبين معهم وسائل إيضاح، كمان هيك توضحت بجوز بالفيديو شلون الأسنان شلون دربوهم، يعني كان حتى كان شيء شوي حتى جميل إنه قعد كل طبيب مع طفل على مقعد بلشوا يشرحوا له أهمية الموضوع، شلون فرشي أسنانك، الفحص، أوكي. فكان الرعايه نوعا ما فيها كثير نوع من العلاقه تماما. طيب لايمتى مستمره الحمله دكتور؟ ورح بيكون في زيارات ثانيه تابعه بعدين للحمله؟ هلا الحمله هي مدتها 5 ايام، حتستهدف 100,000 طفل، بتنتهي نهار الجمعه غدا بنكون اتمينا الخمس زيارات مدارس. الزيارات لاحقه حتكون اذا في شيء مثل ما قلنا حالات متابعات حتكون بالمستوصف التابع للبرنامج الصحي لمابس. نعم. اضف انه ان شاء الله الموديول هذا ان شاء الله بنكرره بمرات ثانيه. نعم. شكرا لك دكتور فادي الحلبي مدير عام جمعيه مابس والمنسق الطبي للهلال الاحمر القطري. احنا بنشد عقيدكم يعطيكم العافيه واكيد نتمنى سلامه دائمه للاجئين السوريين. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. نحن رح نتابع حلقتنا لنتابع وقائع المؤتمر الصحفي اللي عقدته جمعيه بسمه إطلاق سلسلة نشاطاتها لشهر أيار بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. تفاصيل بهالتقرير. ١٤ سنة وما زالت جمعية بسمة الخيرية تحمل الرسالة الإنسانية تجاه كل عائلة وأسرة محرومة، فبمناسبة اليوم العالمي للأسرة عقدت جمعية بسمة مؤتمر صحفي بسينما فوكس سيتي سنتر لإطلاق حملتها المخصصة لشهر أيار شهر العائلة، سلسلة من النشاطات اللي رح تنظمها الجمعية من 15 أيار ولغاية 31 من الشهر ذاته. في نشاط اسمه ميل فور ميل، يعني كل ما واحد بيروح بتناول وجبة بمطعم مشارك معنا بالحملة، هالمطعم بيقدم بالمقابل وجبات ساخنه للعائلات المحتاجه، وفي الفندنج ماشين اللي هي الماشين اللي هي هون، كمان كل اللي بيجوا على سيتي سنتر بنشجع كل العالم يجوا يتبرعوا بنقوا اي بروجرام فيهم يتبرعوا فيه، عندنا ليف لوف لاف فور كوز اللي هن مجموعه اكسسوار رح يعطوا البروفيت لجمعيه بسمه، عندنا بروجرام ترميم البيوت كمان الشهر الجاي لدعم هالعائلات ليصيروا عايشين بمجتمع سليم ونكسر دائره الفقر. اذا بتشوفي نسبه البطاله، اذا بتشوفي الاسر اللي هي دون خط الفقر قد ايه عددهم، بتقولي انه لا واضح انه ما في اولويه رسميه بهذا الاتجاه، مشان هيك دور المجتمع الاهلي بعده قائم وبعده مطلوب وبعده ضروري. بعد
بيبعد عنا هالحس بالمسؤولية، هالحس بالعمل المجتمعي يلي شوي إذا بدك فقدناه بآخر فترة. من بديهي صار اليوم بما أنه نحن محل الناس بتجي لتتسلى فيه، لتشتري غراضة، لتأمن حاجياتها، من بديهي نحن نبادل هالمجتمع وهالناس اللي هن من هالمجتمع بمساعدات وبنشاطات وبارتنرشيب من هالنوع مثل هالبارتنرشيب اليوم مع بسمة. النشاطات الاجتماعية والخيرية رح ننتقل إلى النشاطات الرياضية، والختام رح بيكون مع تقريرنا الرياضي. نتمنى لكم نهار حلو، ما تنسوا تلاقونا بكرة بحلقة جديدة من أخبار صباح بتمام الساعة 7:30. باي. باي. فاز نجم فريق جولدن ستيت ووريور ستيفن كوري بجائزة أفضل لاعب للسنة الثانية على التوالي بعد موسم استثنائي له مع فريقه، وحصد كوري جميع الأصوات 131 بالتصويت، حيث تعتبر هذه المرة الأولى يلي بتصير في تاريخ الـ NBA، وهو دليل على الأداء الاستثنائي يلي عم بيقدمه كوري منذ الموسم الماضي. وتمكن كوري برفقة زملائه من تحقيق رقم قياسي جديد في الـ NBA، حيث تمكن الفريق من الفوز في 73 مباراة في الموسم العادي وخسارة 9 مباريات فقط. إلى عالم كرة القدم، حيث ضاءلت أمال فريق مانشستر يونايتد بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم المقبل بعد خسارته على ملعب ويستهام يونايتد 2-3 بمباراة مؤجلة من المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبقي اليونايتد بالمركز الخامس برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، علما بأنه أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فقط بيتأهلوا إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فيما يصعد صاحب المركز الرابع إلى دور التمهيدي ويتأهل صاحب المركز الخامس إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي. أعلن نائب رئيس نادي ليستر سيتي أنه النادي رح يبحث بإمكانية تمديد التعاقد لفترة طويلة مع المدرب كلاوديو رانييري بنهاية الموسم مكافأة له على قيادة النادي لأول لقب له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي. وقال نائب رئيس النادي في نهاية الموسم: سنجلس معا وعندما نتحدث عن شيء فأنا أعني أننا سنناقش عقدا طويل الأمد وليس فقط حتى إيلول، أحب أن يكون الناس الذين يعملون معنا سعداء. حددت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الصفقات الرئيسية اللي بيسعى نادي باريس سان جيرمان لإبرامها الصيف المقبل، سعيا لبلوغ أفضل المراتب الأوروبية والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وفي مقدمتها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وذكرت الصحيفة أن رونالدو لا يزال الهدف الرئيسي للPSG، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي من بين أندية قليلة قادرة على تحمل نفقات النجم البرتغالي، كما أن الفريق الفرنسي يهدف أيضا للتعاقد مع المدير الفني لأتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني. ادعت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع الحارس العملاق بوفون ب 2018 ليبقى معه، وبيملك بوفون حاليا عقد مع اليوفي حتى 2017، لذلك رح يكون التمديد لسنة واحدة، وهو ما يعني أنه رح يعتزل في السيد العجوز بعد كأس العالم 2018. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في مؤتمر صحفي في قاعة الشرف عن سباق التاسع لنصف ماراثون 2016 تحت شعار اركض بسرعة وسوق عمهلك يوم الأحد 5 حزيران المقبل. هذا الحدث يلي اعتادت المديرية على إجراءه للسنة التاسعة على التوالي بالشراكة مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى لتؤكد عبر الاندماج مع المجتمع المدني، أدرجت نشاطها تحت شعار تضامنها مع ضحايا حوادث السير وما تسبب من نكبات وأضرار مادية وخسائر بشرية. وقد شارك في إطلاق الحدث وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي، ممثلا برئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات، المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء إبراهيم بصبوص، العميد حسن رستو ممثلا رئيس اللجنة الأولمبية جان همام، العميد حسين خشفي كبار ضباط المديرية، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ريمون سعد، رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني روزي بولوس، والمؤسسات الراعية.